كنت أعاني من وجع بألم بالظهر ونزل على إجري اليمين، وكنت أعاني كثير منه بالصلاة يعني بحياتي اليومية. ورحت لدكتور، والدكتور أعطاني أدوية، وبناء على هاي الأدوية يعني ما في كان تحسن كثير، حولوني على العلاج الطبيعي. وجيت على مركز اللي هو مركز النخبة، ويعني الحمد لله اتجهت، وكانوا يمارسوا معي بالعلاج الطبيعي اللي هو علاج يدوي، والحمد لله انه كثير كثير احسن من اول. استخدموا لي جهاز الشد، وكثير الحمد لله رب العالمين استفدت عليه. الحمد لله صرت امارس حياتي الطبيعيه بشكل عادي، ورجعت اصلي اركع، يعني جلوسي صار طبيعي زي اول، والحمد لله يعني بشكل عام كل حياتي رجعت طبيعيه. انا بشكر المركز، بشكر القائمين على استاذة ولانا وكل العاملين على المركز، لانه الحمد لله رب العالمين عانوا معي، وكثير كثير كثير بعد رب العالمين عن جد بشكركم.